الانتخابات اللي حصلت بكل المقاييس ده انجاز، يعني انجاز، وزي ما الناس بتقول كده ده عرس ديمقراطي، فربنا يستر بس والمرحلتين اللي جايين يبقوا كده باذن الله على نفس المستوى. انا شايفها يعني انزه انتخابات في تاريخ مصر لغايه دلوقتي، والدليل كده ان هو اقبال الجماهير عليها. دي اول انتخابات نزيهه والناس بقى عندها وعي وعندها اصرار ان هم عايزين يحسنوا البلد، ودي مصلحه البلد، فالواجب علينا كل واحد يدلب صوته واللي هو شايفه صح يعمله. حاجة دي كانت تشرف مصر وتشرف المصريين كلهم قدام العالم، وتثبت للعالم كله ان شعب مصر كله واحد ومفيش فرق من مسلم ومسيحي. بالنسبة للانتخابات، الانتخابات كانت جميلة جدا جدا، وكان كله بياخد بيدي صوته براحته، وكان فيها نظام 100% مفيش اي حاجة. الشيء الايجابي فيها اللي هو الحضور الجماهيري ونزول المنتخبين ان هم يطلبوا اصواتهم. الانتخابات دلوقتي يعني احسن، حسينا بيها، في الاول ما كناش بنحس بحاجة. الانتخابات طبعا كانت ايجابياتها كتير جدا اكتر من سلبياتها. ايجابيات كفاية ان الشعب المصري كله طلع باعداد غير عادية وغير سابقة قبل كده. انا اول مرة انتخب، فشايف الانتخابات السنة دي كويسة، ما فيهاش اي حاجة، فيها بعض من النزاهة غير السنين اللي فاتت واللي كان بيحصل فيها.